إبراهيم أنت إبراهيم كم سنة؟ محمد إبراهيم كم سنة؟ 22 سنة. طب تكلمنا بقى على مرحلة يعني أنت كنت أصبت بفيروس سي والحمد لله تعافيت منه. الحمد لله. اكتشفت إمتى بقى وأنت منين مزازي؟ أنا هنا من طهران الأول. تمام. بعد الزراعة. تمام. اكتشفت من 3 سنين كنت تعبان وبعد كده جيت هنا لمستشفى الأحرار عملت التحاليل وكانت طلبوني كرة وزاري وعملت كرة وزاري وبعد شهر جيت خدت العلاج. خدت كرة وزاري عملت جبت العلاج 3 جرعات. قعدت قد إيه تاخد ال3 جرعات دول يا إبراهيم؟ عايز 3 شهور. 3 شهور؟ طب وبعد كده بقى عملت الفحوصات؟ بعد كده عملت الفحوصات والحمد لله الفيروس مشي وهيعمل النهارده ان شاء الله الشهاده المعالجه. شهاده ان انت الشفاء من الفيروس؟ اه. عايز عشان تقريبا يعني مسافر فلازم فلازم الشهاده دي تكون معايا. تمام. انا عايز اسافر مع اخويا وكده عايز اسافر عشان لازم الشهاده دي. تمام. عامله كويس هنا خالص والدكاتره كانوا ناس محترمين. والناس حتى اللي احنا على الباب ناس محترمين برضه. وطبعا العلاج كان كله بالمجان. اكيد طبعا. دفعتش ولا جنيه. انا بنصح اي شاب اللي هو يعني تابع الموضوع ده وقت عشان خاطر برضه يتعالج منه عشان مش غلط عليه برضه يعني عشان ممكن ليه اعتراض تانية. كنت الحمد لله تهتم بالموضوع. الحمد لله تعافيت تمام. الحمد لله تمام. الف مبروك. الحمد لله على سلامتك.